هو سوق الشعب هنا في المنطقة. ايش بحكوه التمندير التمر شي بيصير لها نبي ناخدكم معايا في جولة بين أسواق المدينة القديمة في طرابلس، لكن اتغدوا قبل، ما خشوش علي بطن فاضي. هي تغداية ولكن مش زي أي تغداية، لأن حناكله هنا عند يعني أقدم قهوة في المدينة القديمة، وهي قهوة بادي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. تسلم، يبارك فيك. مرحبتين. هذا عمي خيري بادي. أيوه. وهو وأخوه أصحاب القهوة حالياً واللي ورثوها من والدهم. المبنى هذا كان يعني تغير أنشطة بتاعه، كان مخزن تاع لوح، كان حمام، كان منفذ إلى مسرح داخل. فتحت مولى القهوة، القهوة مجرها من أماليها. تذكر اسمه؟ اسمه مختار جبل مسلات. المسلات يفتح القهوة هذه في نهاية الثلاثينات، ومن بعدها خداها منا الحاج مختار بادي في نهاية الخمسينات، واللي حاليا أبنائه هم أصحاب القهوة هذه. أي واحد وفد صوار صحفي، اي واحد بيجي لي ليبيا بيجي لي هالشارع هذا، ورئيس، كلهم لازم يختموا على الشارع هذا. نجم من نجوم المسيرة. هوا مرحبتين، شنو الجو؟ راكي وزبطن. هذا فيديو مدينة القديمة. نور يا رحليت. سلمى لما تجي ورا برج الساعة تتمشى في الشارع اللي وراه حتسمع الأصوات تك 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 تك، تعرف روحك في سوق القصدارة. فيش الدير هذا قدر، هذا يديروا فيه البنزين والعصيده، وبعدها بديروا له طبقه قصدير من جوا. هذا الاساس تسمى قصب القصدار. اول شفتوا القصدير اللي نحكوا عليه نحن؟ هذا هو اللي يديروا به الطبقه الداخليه، لان نحاس ماده سامه. تو خلينا من سوق القصدار وتعالوا في واحد من الشوارع اللي لما تتمشى فيها حتشوف الالوان الذهبيه اللي بريقها حيخطف عيونك. هنا زي التقليدي للنساء واللي يستخدموا فيه في المناسبات. أسامة أبو عشيد الرقيبي، لي 25 سنة في المهنة هياه، ورثتها من حياة بوي. طبعا احنا في طرابلس هنا كانوا زمان نديروا فيه العرس أسبوع، لكن توا بمراعاة الظروف يوم، والسلام عليكم. يبدأ العرس من يوم الثلاث وربعة وخميس ويوم الجمعة. يوم الثلاث احنا نقولوا الحنة، ويوم الأربعاء نقولوا الكسوة، هو العريس يجيب في البضاعة العروسة اللي شرها لها، ويوم الخميس الدخول، ويوم الجمعة نقوله المحضر للعروس تلبس فيه البدلة الكبيرة والفستان اللي بيجيبونها العريس والجلوة. هذه البدلة الكبيرة نكشة طرابلسية، وهذه نكشة هندية. شو الفرق بينها؟ ما فيش فرق، هذه مخدومة على البساطة وهذه مخدومة أوفر. وأين أكثر الناس تفضلها؟ والله علي ظرف الناس، مرات تقولك ناخذ طرابلسية يعني انها اقل ثمن، ومرات بتاخذ هيك اللي عنده امكانيات ياخذ في اغلى حتى من هيك، من قمايشه هما يعني نقولوا هديه قمجه، في اغلى حتى من هيك، في حتى القمجه مرات توصل حتى بال 1400 1500، ما في شيء مشكل يعني امكانيات الناس. وهذا الحرير ثلث ارباع فضه، هذا اللي يلبسوا فيه مع البدله الكبيره، خدمه طرابلسية وخط طرابلسية. حرير، لكن الفضة موش فضة أصلية، فضة مقللة، لأن ما فيش توا حد من يأخذ فضة أصلية، لأن الفضة الأصلية غالية شوي. هذه الفرملة هذه تلتبس مع البدلة الكبيرة وتلتبس مع البدلة الصغيرة. لأن وظيفة الفرملة هذه باش تشد الفجرة. باهي، والأسعار شنو عندكم؟ البدلة الكبيرة من 650 وطالع، والبدلة البودرية زي توا اللي نقولوا لها تلبسها العروس يوم الحنة، هو اليوم الحمام زي توا تلبسها. يا جماعة كيف يصير في حقوق الرجال؟ بنوروكم الزي الرجالي لازم. نحن حاليا في امتداد سوق التروك أو زنقة اسمها زنقة الفرامل. هنخش توا نوروكم الزي الرجالي. السلام عليكم. بنوريكم اليوم الزي الليبي، أو كيف ما يقولوا أغلب الناس زي الطرابلسي، أو كيف ما الناس تقول البدلة العربية. في هنا طريقتين لللبسة أو نقشتين المعروفات، اللي هي النكشة البرقوية واللي هي في شرق ليبيا،
والنكشة الطرابلسية. هذين أكثر حاجتين دارجات. اليوم بحكم أننا نحن قاعدين في المدينة القديمة في طرابلس بنوروكم النكشة الطرابلسية، ولكن في معلومة مهمة لازم تعرفوها، أن في طريقتين لتصنيع الزي الليبي. في الناس اللي هي تدير فيه يدوي شغل يد، وفي اللي يديروا فيه شغل ماكينة. طبعا في اللي هو مشكل تلقى جزء منه هكي وجزء هكي. المحلات اللي مزالت تدير بالطريقة اليدوية أقل من 10 محلات في طرابلس كلها. فنحن حاليا عند واحد من المحلات اللي مازالت محافظة على الشيء هذا، واللي هو محل السملقي. من سنة كم انتوا هنا؟ 1961. الله يبارك. وتركيزكم على شنو؟ الزي الطرابلسي او الخدمة الطرابلسية، خدمة يدوية وخدمة نص يد. عندنا الكيطان، هذه ثلاثة قطع يقولوا لك كات زبون وفرم لو سروال. بنقول لك حاجة، بدل ما نوريك مع الطاولة خليني نوريك مع لي انا. خلوني اشرح لكم الدنيا اللي لابسها انا توا. اول شيء نبدا من برا، وهي زي الجاكا بالليبي نقولوا لها زبون، شفتوها، وتحتها تجي الفرمله. الفرمله اذا فيكم حد متفرج عليه علاء الدين زمان، علاء الدين كان يلبس في الفرمله فضل الله. اللي هي تجي زي الكاتكي، تحتها السوريه. السوريه المفروض الطول متاعها يكون فوق الركبه باربع صوابع، وتحتها طبعا السروال، والسروال يكون نفس لون باقي اللبسة، نفس لون الفرملة ونفس لون الزبون. لما تبقى كاملة اللبسة ثلاث قطع اللي هي الزبون والفرملة والسروال اسمها كات. في طريقة أخرى اللي هي جبة وفرملة وسروال، تلبس في الأعياد وتلبس في المناسبات الرسمية، تلبس في المولد النبوي. هذه جبة وفرملة وسروال اللي احنا نسموها فيها جبة طرابلسية. أي واحد فيك ماشي بيخطب نمشي معنا تات وجاحة وجاحة والحركات هذه. طبعا الجبة اللي تشوفوا فيها هذه أكثر شيء يلبسوا فيها الكبار في العمر، أو يلبسوا فيها حتى ممكن الصغار والكبار في الأعياد في المناسبات، تلقى جبة حاضرة، جبة الطرابلسية. معلومة واحدة أخرى عن الماشي، شايفين طاقية جميلة هذه؟ طاقية الليبية لونين، اللون الأسود اللي يلبسوا فيه في غرب ليبيا واللي هي طاقية طرابلسية، والطاقية الحمراء واللي تلبس في شرق ليبيا واللي هي طاقية برقة أو البرقاوية. بينما الجنوب العادات والتقاليد في اللبس تختلف كليا، وهذه قصة بروحها لازم تنحكها في فيديوهات تانية. نحن حاليا نتمشوا قاعدين في سوق باب الحرية، وهو سوق الشعبي هنا في المنطقة، ويعتبر من الأرخص الأسواق في طرابلس، بمعنى أن الحاجة هنا تلقاها ب30، تطلع البرة تلقاها ب50 100 120 130. بس نفس الجودة؟ لا، في فرق، على حسب، في فرق أن في درجة هنا في 2 وفي برة درجة 1. أنت وميزانيتك؟ أنت وميزانيتك. كان ميزانية محدودة، تعال هنا باب الحرية. صح. من الحاجات اللي مازالت شاهدة على الإمارة الطليانية في مدينة طرابلس القديمة، الجاليريات اللي بنوها طليان زمان، زي جاليريا دي بونو اللي موجودة في ميدان الجزائر، وجاليريا ماريوتي اللي ورانا هذه، وغيرها أكثر من واحدة موجودة في المدينة القديمة. الجاليريات زمان بنوها الطليان على أساس أنها مراكز تسوق، فتجي بشكل مربع وفي النص فيها ساحة، وجوة تلقى البضاعة بأنواعها وأشكالها. جلالية ماريوتي بشن مشهورة هنا؟ سوق الدرابيك من يوم. سوق الدرابيك من يوم. ويصنعوا فين هنا ولا مو يجيبوا فين؟ صنعوا فيها لوح طبعاً نجيب روحنا. صوت عادي هيك، لكن تو تحط لها تمر في الوسط تبدأ صوت تاني ربنا خداني. ثلاثة تمر معجون، هذا تمر عادي يديروا فيه في المقروض والحلويات والدوا هذيك. هذه صوتها تمام. تشبه تو المنديرة تمر شي بيصير لها. تغير 180 درجة. هذا اللي كنت أحكي لك، يعني هذه يسموها دربوك تمر، هذه دربوك الليبية الحقانية. وهذه مصنوعة من جلد شنو؟ هذا كله جلد ماعز. يعني من موارد الطبيعة، تمرة من خلا وجلد ماعز من مزرعة. البندير هذا اللي تشوفوا فيه يستعملوا فيه في نوع موسيقى المرسكاوي وفي النوبة. هذه شكو، هذه السكر. والمعلقات فوق يا معلم هذه الدنقة، ويستعملوا فيها في نوع موسيقى الذكرى، وأكثر شيء تلقوها في الجبل، جبل نفوسة. فاميليا، إن شاء الله عجبكم الفيديو. مهما حاولت مش هنقدر نعطي المدينة هذه حقها، لأنها معبية كنوز وقصص. بس قصتنا الجاية من مكان آخر في ليبيا.